سو من شي جمعة كنت عم بعمل شو لأنه أنا بعمل شوات وسبونسرد بوست وفي حدا صرخ لي شي هكلد مي يعني بيقولوا له هذا تكنيك هكل يعني إنه حدا صرخ لي شي ما له طعمة يعني وكنت ما عم بحكي عن الموضوع بس ما بعرف اللي صرخ ليها هو اللي قال لي إياها بالجملة كانت ليه أنت لوطي فالكمباك تبعيتي رديت عليه بسرعة قلت له توفر قير على أمك هيك اكزاكتلي صار انا اتضحكت العالم اتضحكت هو اتضحك لانه تذكر قد ايه متكل يورا فانه كانت ليله عظيمه جدا وانا قاعد افكر انه ليش شيء كثير طبيعي انسان يكون هي اهانه انه ليه انت لوط ليه لوطه انه being gay is normal انه شيء مزبوط شيء انه كان عم بقول ليه انت عم تتنفس انه ما له طعمه انه هذا نفس الشيء والانيك من هيك اهانه وقت واحد يكون عم بيحكي مع اي جاي جاي ويقول له ويحاول يهينه يقول له انه ايه انت لوطه بتنتك والجاي جاي هون انه ايه